نحطوا البابي اللي هنايا ونقلبوها هكذا على ظهرها باش نشوفوا القلب اللوز من تحت اسكو محمر اسكو خضر. شوفوا القلب اللوز عندما نقلبوه من تحت، الى لقيتوا هاد لا كولور والقلب اللوز تحمر وتعسل اعرفوا باللي ناجح، والى لقيتوه ابيض ما تبعتوش الطرق تاع الطياب عندما باسكو كاين بزاف كي طيبوه يجي لوجه شباب وحمامر بصح من بعد كي تشربوا لوجه راح يبرد ومن تحت ما تلقاش طايبه هكذايا راح يبقى لك معجن. اتبعوا هالطريقه وبربي ان شاء الله ناجحين. السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناه مع الشيف نحمان الطبخ، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحه جيده كما عودناكم دائما مع الوصفات كما شفتوا في العنوان وكما شفتوا في الصوره المصغره. لا فيديو تاع اليوم راح يكون سبيسيال على الوصفه تاع القلب اللوز. على بالي بزاف الاخوه والاخوات اللي كانوا ينتظروا في الوصفه تاع القلب اللوز من عند خوهم دحمانوس، اليوم انا جبت لكم الوصفه تاع القلب اللوز اللي راح تكون مقادير مضبوطه على الشعره. اي وحده جامي ولا دخلت للكوزينه ونوات دير القلب اللوز وخايفه دير الوصفه تاع خوها دحمانوس ويسموها ناجحه 100%. راح نعطيكم المقادير ومع الشرح خاصه الشرح تاع الطياب. انا نقدر نعطيكم الوصفه قال دير كذا 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 بصح كي كاين واحد الشروحات لو كان ما تطبقوهمش ما لقري الوصفه تكون صحيحه ما راحش ينجح لك القلب اللوز، لانه عند الموالين لي باتيسري اللي يخدموا القلب اللوز الفور تاعهم جامي ولا راح يكون كيما الفور تاعك اللي يكون في الدار. تسمى حنا لازم نديروا واحد لي زاستيس وانا راح نعطيهم لكم مع الشرح البسيط. اي واحد فيكم من اول تجربه القلب اللوز يسموه ناجح، تعرفوا كيفاش ديروه كيفاش تشربوه الكميه تاع السميد شحال تاع السكر الكميه تاع الشربات اللي راح توالم السنيوه اللي راح نديرو فيها والقلب اللوز يجي مشرب وخفيف وظريف. نزيد نقول لكم حاجه بالنسبه للقلب اللوز، يتبريبارا يبات 24 ساعه وعندما يطيب تشربو تزيد تخليه يريح 24 ساعه باش تجي تقسم القلب اللوز تاعك. بصح انا ما خليتوش 24 ساعه بعد ما قسمته، خليته روبوزا غير 6 سوايع والنتيجه راهي مليحه. نتوما تزيدوا تخلوه روبوزي والقلب اللوز يجي في روعه القمه. شوفوا القلب اللوز تاعنا، صدقوني بالله ديروا هاد الوصفه الا ما جاتكمش كيما تاع المحلات او احسن من بعض المحلات اكتبوا لخوكم دحمانوس في لي كومونتير. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشره راح نعرفكم على مقادير الوصفه وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كما راكم تشوفوا هنا نجي نعرفكم على مقادير تعلم القلب اللوز، راح نعطيكم مقادير مضبوطه بالكاس وتنجحوا فيه من اول مره باذن الله. قبل ما نعرفكم على المقادير نروحوا نتعرفوا على السنيوه والقيس تاعها. بالنسبه للمقادير تاع القلب اللوز نحتاجوا سنيوه تاع 38 على 28 ولا تاع 40 على 30 عادي، في زوج راح تطابليكيو عليهم الوصفه هذه. هذه هي دوكا حنا نعرفوا بلي القلب اللوز تاعنا في الخطوه الاولى لازم يتوجد ويتشرب ويبات 24 ساعه. انا الوصفه راني موجدها البارح، يعني الخطوه هذه اللي راح نديروها اليوم حنا راح نخدموا بهذه الخطوه باش هذه الخطوه كي نديروها راح نزيد نخبيها وندير لكم القلب اللوز المحشي. اليوم راح نديروا الوصفه سامبل. هذه هي واش نحتاجوا في المقادير. عندي 1 كيلوغرام تاع سميد يكون خشين اللي نستعملوه للقلب اللوز. هنا عندي 100 مليلتر سمن يكون دايب، 100 مليلتر تاع الماء و100 مليلتر تاع المزهر. نحتاجو 750 غرام تاع السكر، قريصة تاع الملح وملعقة تاع لافاني. هادو هما المقادير تاع الخطوة الأولى، ومن بعدها راح نزيدو نتعرفو على المقادير تاع الخطوة الثانية. هذه هي، وهنا عندي شوية تاع اللوز اللي راح نرشقو به. بالنسبة للوز هذا واش نديرو له؟ نفرغو عليه الماء كيما راكو تشوفو ونخلوه. علاش نديرو هذه الخطوة؟ باش القلب اللوز تاعنا كي نرشقوه ما راهوش رايح يتحرق. هذه خطوة مهمة إن شاء الله تكونوا عرفتوها. دوكا واش نديرو؟ نروحو للشربات تاعنا. بالنسبة للشربات اللي توالم هاد السنيوة واش نحتاجو؟ عندي لترة و200 مليلتر تاع الماء، نحتاجو معاها نصف كاس تاع ماء الزهر 100 مليلتر، وهنا عندي 600 غرام تاع السكر مع شريحه تاع الليمون. هذه هي المقادير تاع الشربات. نجيبوا المقادير تاعنا، قلت لكم 600 تاع السكر، نفرغوا عليها لتر و200 تاع الماء. هذه هي واش راح ندير لهم. نديهم فوق الفرن ونخليهم يغلو حوالي ربع ساعه ونخلطوهم باش حنا نعاونوا هذاك السكر. ابري غير نطفوا عليها، نفرغوا هذا النصف كاس تاع السكر اللي فيه 100 مليلتر ونخلو الشربات تاعنا تبرد جيدا. اول حاجه راح نوجدوا السميد تاعنا. هذه الطريقه اللي راح نوجدوا عليها راح نتحصلوا على هذا الكيس تاعنا اللي خليته بات ليله كامله، والكيس هذا اللي راح نعمروه دوكا نخلوه يبات باش غدوه نزيد ندير لكم القلب اللوز المحشي. اول حاجه واش راح نديروا؟ نديروا هذيك القريصه تاع الملح ونديروا هذيك الملعقه تاع لافاني كيما راكم تشوفوا، نحطوهم في السميد
ونزيدو 750 غرام تاع السكر. هذه هي. دوكا واش راح نديرو هنا المقادير، نخلطوهم كامل ونحكو كامل هذاك السميد مع هذاك السكر حوالي ربع ساعة ونعاود نولي لكم. بعد ما خلطنا السميد حوالي ربع ساعة باش يتخلط كامل، بالنسبة للشربات تاعي راهي طابت ربع ساعة، نطفيو عليها. نحطيت لها هذاك الكاس تاع المزهر، ومن بعد واش راح ندير، راح نجوزوها في الصفاية لأنه هذاك الليمون راح يطلق شوية هذوك الحبيبات تاعو، نجوزوها في الصفاية ونخلوها تبرد تماما. دوكا هنا بالنسبة للسميد واش راح نديرو، راح نجيبو هذاك 100 مليلتر تاع السمن. بالنسبة للسمن هي الوصفة الأصلية تاع القلب اللوز، وإلا حبيتو نديرو بالزيت نديرو بالزيت، ونديرو وصفات أخرى اللي تستفادوا منها على بركة الله. هذه هي. بصح بالنسبة للوصفة هذه اللي تقدروا تخدموا بها كما يقول لك باش تبيعوا الوصفة تاع العمل، هذه هي. دوكا واش راح نديرو، راح نبسس كامل هذاك السميد مع هذه الكمية تاع السمن. هذه هي. بعد ما نشوف السميد تاعي كامل تيدم بهذاك السمن، دوكا واش راح نديرو، راح نجيبو الكاس الاولاني اللي قلنا فيه 100 مليلتر تاع ماء الزهر، ونبداو نحطو هكذا بشويه كيما راكو تشوفو ونخلطو. هذه هي. وهنا راح نزيدو نجيبو نصف التعاني تاع من الماء، يعني الكميه شحال راح تكون، 200 مليلتر 100 تاع الماء و100 تاع المزهر. نتوما تقدروا تجمعوهم في كاس واحد. انا حاب نوري لكم الشروحات باش اي اخت تكون جامي الا دارت القلب اللوز ديروه والوصفه تكون ناجحه على بركه الله. دوكا راح نزيدو نجيبو نصف الكاس الثاني ونديروه هكذا بشويه ونكملوه كامل حتى يتشمخ لنا السميد تاعنا. هذه هي. بعد ما نشوفو السميد تاعنا كامل تشمخ، يعني المرحله الاولى نعاودها لكم، كيلو تاع السميد، 750 غرام تاع السكر، 100 ماء و100 ماء الزهر، ملعقه تاع الملح، ملعقه تاع لافاني. هذه هي الخطوه الاولى تاع القلب اللوز واللي تكون مهمه بالنسبه للاصدقاء. كي يديروا يديروا كميه كبيره في الخيشات هنا، بعد ما يعاودوا يشمخوه يعاودوا يرجعوه للخيشه تاعو ويريح يبات 24 ساعه. يعني الوصفه تاع المحلات كي تشرو نتوما مرسو راح يعجبكم الوصفه، ما راحش تكون في ساعه ولا في 24 ساعه، راح تشد لهم 48 ساعه. نهار تاع التشماخ يبات 24 ساعه، ومن بعد كي يطيب يتشرب يزيد يريح 24 ساعه باش يخرجوه للبيع وانتوما تستفادوا. هذه هي. دوكا هنا واش راح ندير، راح نعمر كامل هنا السميد تاعي تاع القلب اللوز في الصاشي ونعاود نولي لكم. هذه هي. هنا بعد ما عمرت كامل السميد تاعي في الصاشي، هذه هي الخطوه قلت لكم الاساسيه تاع القلب اللوز. دوكا بالنسبه هذه نخلوها تبات 24 ساعه باش غدوه من داك ندير لكم الوصفه تاع القلب اللوز المحشيه، ونخلو حوالي يومين ولا 3 ايام تاع رمضان نحط لكم الفيديو وتزيدوا تستفادوا كيفاش نديروا لافارس وكيفاش نمشيوها. هذه هي. دوكا بالنسبه لهذه لاباط اللي بات 24 ساعه، شوف كيفاش ولات هذاك الماء كامل نشف، والسكر تاعكم تلقاوه داب وتحلحل ما شاء الله. دوكا نجيكم للخطوه المهمه. في الخطوه الاولى درنا 100 تاع ماء الزهر و100 تاع الماء. انا اللي حاب نعطي لكم بالتدقيق، قلت لكم اي مبتدئ دير القلب اللوز يسموها ناجحه على بركه الله. هنا بالنسبه للكميه تاع الماء والمزهر راح نقصوا، شحال راح نديروا، نديروا 80 80. شوفوا وين راهو واصل. هذه هي. دوكا نميلونجيوهم في زوج، شحال راح يعطينا، 160. هذا الكاس اللي فيه 220 مليلتر، شوفوا وين راهو واصل باش واحد ما يقول لي الملعقه والميزان، هاي ليك المقادير مضبوطه. بالنسبه للوز اللي راح نرشقوه مازالو توجر في الماء، حتى نجو راح نديروه نصفيوه، علاش؟ باش ما يكحلناش اللوز ويجي حميمر ما شاء الله. دوكا راح نزيدو نروحو الخطوه المهمه وعلى بالي الجميل شتوها، راح نجيبو سنيوه تكون واسعه ونجيبوا القلب اللوز تاعنا اللي كان بات 24 ساعة. شوفوا كيفاش راهو ما شاء الله، بهذه الطريقة نفرغوه كامل. دوكا هنا بعد ما حطيناه كامل، شوفوا لاباط تاعنا كيفاش راهي. دوكا كاين الناس اللي يقولوا لي يا دحمانوس اسكو نديرو في البيترا؟ نعم تقدروا ديروا في البيترا. والناس اللي ما عندهمش بيترا واش يديروا؟ يديروا كيما خوهم دحمانوس. واش راح نديروا هذايا بالنسبه اللي درناه جديد، نخلوه نخبيوه هبات، نجيبوا الباتور تاعنا لكن نركبوا له غير برا واحد. اتبعوا هذه الطريقه على بالي، واحد معطاها لكم وواحد ما وراها لكم. دوكا واش راح نديروا، نشعلوا في الدرجه الاولى ونخلوه يتفركت كامل. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما فركتنا كامل لاباط تاعنا، شوفوا القلب اللوز كيفاش راهو ما شاء الله. هذه هي. باش وحده فيكم ما تقول لي عييت والقلب اللوز جاني وتعبت له، عادي في بلادي، الباتور تاعك وركب غير برا واحد. دوكا راح نجيبوا هذيك ال 160 اللي مخلطه ما بين الماء والماء الزهر، نشعلوا الباتور تاعنا في الدرجه الاولى ونبداو نحطوا بشويه حتى نكملوها كامل. قلت لكم المقادير راهي مضبوطه. هذه هي. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملت الكميه تاع الماء، دوك شوفوا بعينيكم
عندما نحكم القلب اللي استعناه شو ها مازال ما درت له حتى حاجه. شوف فاش يجي فاش علاش. هذه هي العجينه تاع القلب اللوز من عند خوكم دحمانوس، تقول له كامل المحترفين كنحطوها في السنيوه راح تمشي لنا عادي في بلادي، ولو جا يجي مسطح ولا باس به. شوفوا كنطمو كامل الكميه كيفاش تنطم لاباط. شوفوا لاباط تاعنا هكذا، كي تشوفوا لاباط تاعكم هاي لك تتشكل اعرفوا باللي القلب اللوز تاعكم يسموه ناجح مع اخوكم دحمانوس. هذه هي راح نجيبوا السنيوه تاعنا اللي راح نديروا فيها. قلت لكم المقياس تاع هذه هنايا فيها 38 على 28، وتقدروا تخدموا بهذه الوصفه في هذيك اللي فيها 30 على 40. انا غدوه ان شاء الله الا كتب ربي نشري وحده هذيك 30 على 40 اللي كما يديروا فيها البقلاوه راكو على بالكم والقلب اللوز، وندير لكم الحشوه ونزيد وندير لكم الوصفه هذيك اللي قلت لكم عليها. دوكا واش راح نجيبوا شويه تاع السمن يكون مدايب وسخون باش يمشي لنا لهله في السنيوه. هذه هي وما نتعطلوش، دوكا راح ندهنوه خفيف ظريف. هنا بعد ما دهنا السنيوه تاعنا دوكا واش راح نديبو؟ راح نجيبو القلب اللوز تاعنا ونحطوه كامل. هذه هي. وهنا بعد ما حطيناه كامل نجيبو اليد تاعنا ونبداو نمشيو في القلب اللوز تاعنا. هذه هي حتى نشكلوه كامل ونسطحوه. هنا بعد ما حطينا القلب اللوز تاعنا كامل وسقمنا هكذا غير خفيف خفيف باليد، لازم الوجه يكون لاباس به. دوكا نجيبو لاكوبا تاعنا ونشبحوه. نتوما الا كانت عندكم لاكوبا تاع بلاستيك خير، باسكو عليه تاع بلاستيك راح تدور وتساعدكم تمشي خير وخير. انا نستعمل هذه دوكا نروح معاه غير بالعقل حتى نستيكه والوجه تاعنا يولي شباب خفيف ظريف، ونعاود نولي لكم. هنا بعد ما سوينا كامل القلب اللوز تاعنا كي تسوه كيما راهو خلوه واحد 10 دقائق ربع ساعه يزيد يعدل روحه ما شاء الله. دوكا نجيو للطريقه تاع التقسيم. انا واش راح نقسمو هنا؟ راح نقسمو 4 على 4، شحال راح نخرجو؟ ب 16 حبه. وبالنسبه للسنيوه هذيك اللي تكون فيها 40 فيني على 30 نقدروا هنا نقسموها على 5. هذه هي. دوكا نجيو اول حاجه نجيبو لاكوبات تاعنا نحطوها هنا في النص. وبالنسبه كي تقسمو ماشي تهبطو حتى لتحت غير نرشمو خفيف ظريف، نحطوها هنا في النص كما راكو تشوفوا ونجو جايين هكذا غير بالعقل. هذه هي. ودوكا هنا واش راح نديرو؟ كل نص راح نزيدو نقسموه على نص. كما راكو تشوفوا بهذه الطريقة نزيد النصف الثاني. هذه هي. دوكا بالنسبه لهذو النصاص اللي مازال ما وصلنا لهمش نقلبوا العقليه ونزيدوا نرشموهم. هذا ما كان. وهنا كذلك راح نزيدوا نقسموها على 4 باش نتحصلوا على 16 قطعه. هذه هي. وهنا راح نجيبوا حبيبه تاع اللوز تاعنا اللي قلت لكم كنا مخليينهم في الماء. علاش؟ باش اللوز تاعنا ما يكحلناش عندما يطيب وما يتحرقش. هذه هي. دوكا القلب اللوز نرشقوه مليح باش كيطيب ونسقيو بالشربات ما راهوش راح يطير. هذه هي. وهنا بعد ما حطينا كامل القلب اللوز تاعنا راح نجيبو شويه هذاك السمن اللي راهو دايب ونمشيو كامل هكذا شويه شويه غير خفيف خفيف كما راكم تشوفون. نكمل كامل السنيوه تاعي ونجي نحكي لكم على الطياب واسرار الطياب تاع القلب اللوز باش ينجح لنا في الدار. هذه هي. بعد ما دهنت كامل القلب اللوز بالسمن دوك كيما راهو نزيدو نخلوه هنا يرتاح حوالي ربع ساعه يشد روحو باش ندخلوه يطيب. دوكا نجو نحكو على الطياب. عند المحلات تاع الحلويات كيكونوا يطيبوه يديروا درجه الحراره 220 حتى 230 تكون شاعله من الفوق ومن التحت، تما القلب اللوز 45 دقيقه 50 دقيقه راح يكون واجد. دوكا حنا في الدار واش نديرو له باش القلب اللوز تاعنا ينجح وما يبقىناش لداخل معجن؟ الكويزينيير تاعنا تشعل غير من التحت، الا شعلت من التحت ما راهيش رايحه تشعل من الفوق. واش نديرو له؟ نشعلوها على 200 درجه نخلوها تسخن حوالي 30 دقيقه حتى ل 45. بعدها راح ندخلو القلب اللوز تاعنا يطيب. كي ندخلوه يطيب ما نفتحوش عليه ونخلوه يطيب مده 45 دقيقه حتى ل 50 دقيقه. راك تشوفوا هاد لي كوتي تلقاوهم تقول كحوله، انتم يبانوا لكم راح يتحرقوا بصح هما ماشي محروقين. لو كان تخلوها زعما هذيك الذهبي الشابه ومن بعد طفيو من التحت شعلو من الفوق صح تلقاوه حميمر من التحت. ومن بعد ما راح ديروا الشربات تاعكم هذيك لا كولور راح تحاول تنقص شويه ولتحت تلقاوه خضر ومعجن. يعني من التحت 220 درجه تخلوه مده 50 دقيقه حتى هنا تشوفوا الكحوليه، وتلقاو هنا من الفوق بدا وحده يتحمر. ومن بعد هذيك التحميره تاع الفوق نزيدوا لها غير خفيف ظريف. ونزيد ننصحكم في التحميره تاع الفوق، حنا الكويزينيير تاعنا شتو النار تاعها تجي هكذا بوطويل، يعني التحميره تاع من الفوق على ما راح تبازي على الوسط.
تما نتوما حذري ما تخلوش الوسط يتحرق لكم، ومنها تبقى شويه ناقصه على لي كوتي. كي ديروه من الفوق ديروه نار قليله وخلوه يتحمر باش يجيكم كامل وجه واحد. هادو هما النصائح تاع اخوكم دحمانوس. هنا ندخلوه يطيب، الشربات تاعنا راهي بارده، بعد ما يخرج نجو نشوف القلب اللوز تاعنا ونشربوه كيف كيف على بركه الله. بعد ما وجدنا القلب اللوز وخرج راهو سخون، ما عندي ما نقول، قلت لكم تخلوه من تحت يطيب 50 دقيقه. الا كان الفور تاعكم ناقص حتى لساعه، لازم هذه الكحوليه على الاطراف تشوفوها. من بعد راح تطفوا من تحت تعاودوا تشعلوا من الفوق، تكون النار غير قليله، والشبكه زعما نقولوا راكو دايرينها في النص. كي تشعلوا من الفوق عاودوا هبطوها بدرجه وخلوه يتحمر غير بالعقل. باسكو علاه نديروا هاد الخطوات؟ لانه الفور تاعنا تاع الدار ماشي كيما اللي يديروه اصحاب الحلويات. هذه هي، احنا لازم نديروا لي زاستوس ونلعبوا الحيله باش نخرجوا القلب اللوز كيما يحب الخاطر. بالنسبه للشربات تاعنا هاي اللي قلت لكم، لتر و200 تاع الماء مع 600 تاع السكر، طرونشه تاع القارص، والكاس هذاك تاع المزهر اللي فيه 100 ملي. بعد ما يطيبون خلوهم يبردوا مليح. دوكا كي نوزنوهم شحال راح يعطونا؟ راح يعطونا لتر و700 مليلتر. دوك كي نبداو نحطو في الشربات، الا شفناها تشرب ليه اعرفوا بلي القلب اللوز تاعنا ناجح. شوفوا معانا، كيما راكو تشوفوا بعينيكم، حنا رانا نحطو في الشربات والشربات راها تهبط ما شاء الله. شوفوا كيفاش، انه القلب اللوز تاعنا راهو عطشان ومحتاج هاد الشربات. تعرفوا بلي الوصفه ناجحه 100% على بركه الله. دوكا شوفوا نروحوا معاها هكذا غير بالعقل، كيما راكم تشوفوا احنا كل ما رانا نحطو كل ما القلب اللوز هذاك راهو يشرب. هذه هي، دوكا هنا نزيدو نحطو هكذا نكثروا شويه كيما راكم تشوفوا. واش راح ندير؟ راح نكمل كامل الكميه ونخليها. هذه هي، بعد ما نشوفوا القلب اللوز تاعنا شربنا هذيك الشربات، دوكا راهي في المنطقه تاع الوسط كامل راهو شربها. تبقاو لنا هنا غير لي كوتي، هادو هما الاسرار تاع القلب اللوز. شفتوا خطوه بخطوه دوكا واش راح نديرو؟ وبليجي القلب اللوز كيما راهو يرتاح 24 ساعه. دوكا لو كان تمسوه راح يتفركت لكم في ساعه. ادخلوه يرتاح 24 ساعه يعاود يطلع واحد الطراوه واحد البنه، يجي معسل ومرمل ما عندي ما نقول لك. بالنسبه انا ليا شحال راح نخليه يرتاح؟ دوك على حسب الوقت ديالي راح نخليه واحد سوايع ونعاود نجيبه لكم، نقطع لكم مرسو ونصور. انتوما تخلوه 24 ساعه باش تخدموه في غرضكم. هذه هنا بعد ما خلينا القلب اللوز ريح، انا المده اللي خليتها غير 6 سوايع. انتوما تخلوه 24 ساعه وتخرجوه تاكلوه او اللي يديروا المشروع باش يبيعوه. هذا هو القلب اللوز تاعنا، وصفه مضبوطه على الشعره. انتوما راح تجربوا وتخلوا لخوكم دحمانوس الخبر. هذه هي، انا هنا كنت قطعت قطعه كيما راكم تشوفوا. القلب اللوز تاعنا ما شاء الله وعلى حبه. دوك نزيد نوري لكم واحد الحاجه باش تعرفوا بلي القلب اللوز هذا مضمون. هذه هي، هنا جاي نقسم لكم حبيبه كيما راكم تشوفوا. جايب القلب اللوز تاعي، شوفوا الطريقه كيفاش ما شاء الله. نحط هنا القلب اللوز تاعي في الكيسات كيما راكم تشوفوا هنايا، ونحطه في الطبيسين. هذا هو القلب اللوز، وصفه بزاف هايله. نتوما ما عليكم غير تخلوه ايروبوزي. دوكا السر تاع الفور تاعنا باش نعرفوا بلي القلب اللوز راهو مضمون، انا حنجرب لكم في هذه الحبه. واش راح نديروا لها؟ نحطوا البابي اللي هنايا ونقلبوها هكذا على ظهرها باش نشوفوا القلب اللوز من تحت اسكو محمر اسكو خضر. شوفوا القلب اللوز عندما نقلبوه من تحت، الا لقيتو هاد لا كولور والقلب اللوز تحمر وتعسل اعرفوا بلي ناجح. والا لقيتوه ابيض ما تبعتوش الطرق تاع الطياب، عندما باسكو كاين بزاف كي طيبوه يجي الوجه شباب وحمامر، بصح من بعد كي تشربوا الوجه راح يبرد، ومن تحت ما تلقاهش طايبه هكذايا راح يبقى لك معجن. اتبعوا هاد الطريقه وبربي ان شاء الله ناجحين. بالنسبه للوصفه تاع القلب اللوز المحشي راح نزيد نديرها لكم ابري دو جور تروا جور، نحط لكم لا فيديو. هنا اخوكم دحمانوس ما بقى لي يقول لكم غير بقوا على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده. سلام.